لمه العيد حلوه جدا، بس يا سلام مع لمه العيد دي يبقى في شويه العاب، العاب جماعيه نلعبهم كلنا مع بعض. ايه رايكم نشرح النهارده افضل 5 العاب من وجهه نظر انا كاسلام ممكن تلعبهم، العاب مالتي بلاير او العاب جماعيه مع قريبك، مع اخوك، مع صاحبك، مع ابنك، مع مراتك، اسف معلش شيلوا مراتك دي، ممكن مع اي حد تلعب الالعاب دي. عايز تعرف ايه افضل 5 العاب من وجهه نظري؟ انزل اعمل لايك سبسكرايب او اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. يلا بينا نبدا. السلام عليكم، ازيكم يا حتاوله، اخباركم عاملين؟ يا رب بخير دايما. معاكم اسلام فايد في فيديو جديد. عيد سعيد عليكم، عيد مبارك عليكم، ويا رب يتقبل مننا صالح الاعمال جميعا يا رب ان شاء الله. والنهارده معانا فيديو حلو جدا وفيديو جميل، يعني ايه ينطبق على روح العيد او يتماشى كده مع روح العيد، وهو الالعاب الجماعيه. لان احنا طبعا لمه العيد بتبقى حلوه، ممكن انت تروح تقعد عند اخواتك او عند مامتك فتتجمعوا انت واخواتك كلكم، ممكن تروح تقعد عند ولاد خالتك، ممكن تروح تقعد عند قرايبك، ممكن بيت عيله الناس تتجمع فيه، ممكن وانت اصحابك لمة الصحاب في العيد بتبقى جميله جدا. فكل دي حاجات حلوه، بس القعده دي بتبقى حلوه اكتر بشويه العاب كده، ايه تحلي القعده، شويه العاب جماعيه، العاب مالتي بلاير، العاب تبص فينا كده روح المشاركه، لان الموضوع ده ناقصنا. احنا انغمسنا قوي في موضوع الالعاب الستوري والالعاب السولز والحاجات دي، فعايزين ايه يعني نخش شويه في الالعاب برضو، ايه اللي ممكن تبص فينا روح المغامره وروح التعاون مع اي حد بنلعب معاه. كفايه كده كلام، تعالوا بينا نخش بقى ايه في الالعاب مباشره. اول لعبه هنتكلم عليها النهارده وهي من الالعاب الجميله جدا والالعاب المظلومه شويه، يعني انا من وجهه نظري اللعبه دي مظلومه مش واخده حقها. اللعبه دي وهي لعبه بوردر لاندز، واللعبه دي جميله جدا وحلوه جدا وفيها نمط التعاون او نمط روح المشاركه حلو. اللعبه دي لعبه شوتينج ضرب نار، لعبه حلوه جدا واخده نفس نمط كول اوف ديوتي، بس يعني تحسها قلب على كرتوني شويه، مش كرتون اللي هو كرتون لا، بس الرسوميات بتاعتها ما تحسهاش رسوميات يعني طبيعيه، تحس انها رسوميات كرتوني شويه، قلب على كرتوني شويه، بس رسومات جميله جدا وحلوه جدا والاسلحه فيها حلوه جدا. وعلى سيره الاسلحه احب اقول لك ان انت مش هتعرف تخلص عدد الاسلحه في اللعبه دي، اللعبه دي فيها كميه اسلحه مهوله لدرجه ان انت ممكن تلاقي سلاح بيضرب برجر، فالموضوع صعب جدا، الموضوع حلو جدا، الموضوع حلو ان انت يبقى عندك كميه الاسلحه دي والتنوع وتقدر تطور الاسلحه بتاعتك وتضيف فيها حاجات، وكل ما تعدي مهمات اكتر كل ما تاخد سلاح جديد او حاجه مميزه، سلاح مميز دي. والوحوش يا شباب، الوحوش في اللعبه دي فعلا حلوين، التصميم بتاعهم حلو، النمط بتاع ان انت تهزم الوحوش دي حلو جدا. زي ما بقول لكم روح التعاون والمغامره في اللعبه دي حلوه جدا. اللعبه دي مالتي بلاير زي ما احنا ما قلنا، واللعبه دي يعني مايله اكتر ان هي تبقى شبابي مش اطفالي. واللعبه دي بتنزل على اجهزه معدله بلاي ستيشن 4، واللعبه نازل منها 3 اصدارات بينزلوا على البلاي ستيشن 4 المعدل، بس فيهم اسطوانه بتنزل فيها جزئين الاول والثاني، والجزء الثالث بينزل على اسطوانه منفصله. طب يا عم اسلام انا يعني ايه، يعني ما بحبش الالعاب بتاعه الشوتينج او زي كول اوف ديوتي والحاجات دي واللي هي لعبه بوردر لاندز دي، فانا عايز لعبه كده ايه ستوري، يعني قصه حلوه كده، ماشي مفيش مشكله، طلبك موجود. عايز حاجه تانية؟ عايز لعبه فيها ايه شويه مغامره مع شويه الغاز، يعني بحب انا ايه الالغاز شويه، يعني حاجات احلها، حاجات اجمعها، حاجات ماشي يا عم مفيش مشكله، طلبك موجود. وفي نفس الوقت انا عايز العبها مالتي بلاير، ماشي مفيش مشكله، رسوميات تكون كويسه. بص ليه انت طلبته كده كتير، بس اقول لك على حاجه، كل ده موجود في لعبه اوي اوت. لعبه اوي اوت من الالعاب الجميله جدا والالعاب اللي لما نزلت عملت طفره في الالعاب الخاصه بالنمط ده من الالعاب، وهي الالعاب اللي بتعتمد اعتماد كل على 2 بيلعبوها مع بعض، ما ينفعش 1، ما ينفعش 4، لازم 2 يلعبوا اللعبه دي مع بعض، ما ينفعش واحد يخش يبدا اللعبه ويلعب لوحده، ما فيش الكلام ده، لان اللعبه دي نمط التعاون فيها رهيب. انا بحب الالعاب دي جدا. اللعبه دي اعتماد كلي على الشخصين، لازم ده يعمل خطوه عشان التاني يعمل حاجه، يعني لازم انت تعدي تفتح باب ليه، لازم تجيب له سكينه تديها له عشان يفتح بيها حاجه، لازم تجمع له حاجه عشان هو يعني. فاللعبه مش عايز احرق لكم حاجه، بس اللعبه فعلا جميله جدا جدا جدا، وهتعيشك المغامره وهتعيشك روح التعاون. ومن الالعاب اللي انا انصح بيها لو انت قاعد في العيد انت واخوك او انت وصاحبك، اللعبه دي هتبقى حلوه قوي 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 ليك. اللعبه تنفع اطفالي وتنفع شبابي، بس لو اطفال هيلعبوها او هتلعبها مع مراتك لا سمح الله، انت محتاج ان انت تتجاوز المشهد الاولاني. اللعبه فيها مشهد في اول 5 دقائق، المشهد ده
بلس 18 ما ينفعش اي حد يشوفه، هتتجاوز المشهد ده وبعد كده هتكمل اللعبه طول اللعبه ما فيهاش اي مشاهد تانية، واللعبه حلوه جدا زي ما قلت لكم. اللعبه بتنزل على الاجهزه المعدله وتقدر تنزلها، وانا كنت شرحت قبل كده في فيديو بافضل موقع ممكن تنزل منه اللي هو الفيديو ده، شوف الفيديو ده هيظهر لك في الايه اللي فوق. الفيديو ده مهم جدا عشان تعرف تنزل الالعاب بتاعتك على الاجهزه المعدله. نيجي بقى للعبه الثالثه، وانا حابب كنت اضيف اللعبه دي. اللعبه دي يعني مش شبابي قوي، يعني مياله للاطفال اكتر، وممكن شباب يلعبوها عادي مش مشكله، يعني انا ممكن اقعد العب برضو عليها من الوقت للتاني، بس هي ميال اكتر للاطفال، يعني الاطفال هيحبوا اللعبه دي اكتر. واللعبه دي هي لعبه ليدل بيج بالانت، واللعبه دي في منها اجزاء بس انا بتكلم على الجزء الثالث بينزل على بلاي ستيشن 4. واللعبه دي فعلا حلوه، بتعلي فيك روح التفكير، بتخليك تفكر كتير، بتخليك تكون حاجات. باللعبه دي يعني النمط بتاعها نمط دوميات كده كرتونيه. نمط اللعبه مالتي بلاير وتقدر تلعب زي ما قلت لكم، يعني هي مياله للاطفال اكتر بس ممكن تمشي معاك شبابي. واللعبه بتنزل على الاجهزه المعدله بلاي ستيشن 4. رابع لعبه ومن وجهه نظري ساسكت هنا قليلا، وهي من الالعاب اللي انا كاسلام بحبها، نمطها كرتوني شويه. نمطها كرتوني شويه، ممكن اطفالي يعني ممكن تبقى اطفالي يعتبروني طفل، بس انا برضو بحبها، وهي لعبه التكستو. اللعبه دي حرفيا اللعبه دي الاستوديو اللي اشتغل على اللعبه تفوق على نفسه. اللعبه جميله يا شباب، اللعبه النمط بتاعها مالتي بلاير، ما ينفعش برضو الاثنين يلعبوها. انا بحب الالعاب اللي زي كده. هتقول لي يعني انت ما بتلعبش لوحدك؟ انا بلعب لوحدي كتير، بس بحب الالعاب اللي بتعتمد اعتماد كل ان اتنين لازم يكونوا بيلعبوها وبيساعدوا بعض، والاثنين بيفكروا مع بعض والاثنين بيدوروا مع بعض، فدي بتبقى حلوه وبتخلي بتبص فينا روح المشاركه وروح التعاون. انا بحب الالعاب دي. اللعبه دي من اكتر الالعاب المفضله عندي. اللعبه دي حلوه قوي، اللعبه دي عجباني قوي، فاللعبه دي انصح تجربها. هديكوا نبذة بسيطة، انا بحبش احرق حاجة. اللعبة بتحكي عن دميات، او القصة دميات، ان في اب وام اتحولوا لدميات بناء على مشاكل ما بينهم. اللي انا بقوله ده كله في اول 3 4 دقايق في اللعبة، فانا ما بحرقلكوش القصة، فانتوا بقى كملوا بقية القصة. اللعبة هتعجبكم قوي، اللعبة زي ما قلت لكم مالتي بلاير. اللعبة تنفع شبابي وتنفع اطفالي. مش هقول لكم بقى اللعبة دي ميالة لشبابي ولا ميالة للاطفال عشان ما ابقاش بتحيز، بس اللعبة حلوة، سيبكم تحكموا انتوا بنفسكم. اللعبة بتنزل على الاجهزة المعدلة، تقدر تنزلها، واللعبة فعلا تستحق ان انت تجربها. خامس لعبة معانا، وهي من الالعاب المعشوق عندنا كلنا من ايام بلاي ستيشن 1. وادام انا قلت بلاي ستيشن 1 يبقى انت دلوقتي توقعت انا بتكلم عن ايه بالظبط. انا بتكلم عن لعبه كراش سي تي ار. اللعبه دي بنعشقها كلنا من ايام بلاي ستيشن 1، لان اللعبه دي فعلا كانت طفره نوعيه في وقتها، كان جيم بلاي حلو وكانت فكره حلوه، كنا بنضيع قدامها فعلا اوقات طويله. كنا ممكن نقعد نلعب على اللعبه 5 6 ساعات ما بنزهقش، ونقعد نلعب انت واخوك انت وصاحبك انت لوحدك، ما كنتش تزهق، لان نمط الستوري نمط القصه فيها ممكن تلعبه هو بيتلعب وان بلاير. وعندك بقى نمط المعارك يا صاحبي، انت لو قعدت على نمط المعارك ده 5 ساعات أو 6 ساعات انت واخوك او انت وصاحبك او انتوا 3 أو 4 مع بعض مش هتزهقوا، والله ما هتزهقوا. انا النمط ده كنت بقعد عليه او ما زلت بقعد عليه انا وصاحبي مثلا 4 5 ساعات، فما بزهقش منه. نمط المعارك نمط جميل جدا، وجرب الرايه، نمط الرايه في المعارك حلو قوي. بس كده يا شباب، دول كانوا افضل واحسن 5 العاب من وجهه نظري ممكن تجربهم او ممكن تلعبهم على بلاي ستيشن 4 المعدل، او اللي مش معدل براحتك زي ما تحب، بس انا بقول لكم المعدل لان يعني احنا بنتكلم على الاجهزه المعدله كتير، فاحنا بنقول لو انت عندك جهاز معدل تقدر تنزل الالعاب دي كلها. ده كان فيديو ملخص عن الالعاب دي يا شباب، افضل العاب ممكن تلعبها. فلو الفيديو عجبك ما تنساش، كل سنة وانت طيب، قبل ما نقول بس ايه اي حاجة، كل سنة وانت طيب تاني بمناسبة العيد. وما تنساش لو الفيديو عجبك بقى تنزل تعمل لايك سبسكرايب او اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. الدعم يا شباب دعم اكتر حاجة بتخلينا نكمل وننزل فيديوهات، ما تنسوش الدعم، اعملوا شير للفيديو عشان يوصل لاكبر قدر ممكن. سلام.